السلام عليكم. بالرغم من انقضاء أكثر من أسبوعين على مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا، فإن تبعات هذا التفاهم إقليمياً ودولياً لم تتوقف. اليونان طردت السفير الليبي على خلفية الاتفاق الذي رأت أنه يتعارض مع مصالحها، بينما التبس الموقف المصري بين مندد به معتبرا إياه مخالفا للقانون الدولي، ثم بعد ذلك القول على لسان وزير الخارجية سامح شكري بأنه لا يمس مصالح القاهرة ولكنه يعقد الوضع، في حين رفض الاتحاد الأوروبي الاتفاق وهدد بفرض عقوبات على أنقرة. وبالرغم من تلك المواقف، أرسلت تركيا مذكرة التفاهم مع ليبيا إلى الأمم المتحدة لاعتمادها، ماضية بذلك قدما في تنفيذ ما ورد في الاتفاقية التي لم يكشف رسميا عن مضمونها. لكن لماذا غضب الغاضبون من مذكرة التفاهم؟ وماذا ستحقق هذه المذكرة من مكاسب لكل من تركيا وليبيا؟ وما المناخ السياسي الإقليمي الذي ستولده؟ أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى هذه الحلقة من حديث العرب، نبحث فيها أبعاد مذكرة التفاهم البحري بين تركيا وليبيا. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد، ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز، تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ جلال سلمي الباحث السياسي، وعبر الهاتف من باريس الأستاذ كامل المرعاش الأكاديمي والإعلامي الليبي. أهلا بكما أستاذ جلال. ما جملة المكاسب التي تسعى أنقرة إلى لتحقيقها من وراء هذا الاتفاق الذي أثار جدلا واسعا إقليميا وحتى دوليا؟ مساء الخير في البداية. أهلا. كما نعلم هناك الكثير من المكاسب التي يمكن الحديث عنها فيما يتعلق بالسعي التركي لتحقيق هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، لكن إذا أردنا أن نذكر أهم هذه المكاسب نبدأ أولا بمقدرات البحر المتوسط. حوض شرق البحر المتوسط الذي تطل عليه تركيا وعدد من الدول يحتوي حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ما يقارب 122 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه كميات عالية جدا وكبيرة جدا. أيضا يحتوي على ما يقارب 107 مليار برميل من النفط الخام. طبعا هذه أرقام كبيرة جدا تدفع أي دولة متشاطئة مع حوض البحر المتوسط سواء تركيا أو أي دولة أخرى تجعلها تسعى بشكل أساسي لحماية مصالحها وحماية نصيبها إن صح التعبير من هذه الثروات، لا سيما وأن تركيا كما نعلم منذ عام 1974 وهي تسيطر على الجزء الشمالي لجزيرة قبرص، وهي تعترف بهذا الجزء كدولة مستقلة، وبذلك هي تسعى أيضا إلى الحفاظ على نصيبها ونصيب هذا الجزء المستقل، الجزء التركي الشمالي من جزيرة قبرص المستقل، تسعى لحماية نصيبها ونصيبه. الدافع الثاني والأهم أو المكسب الثاني، وأعتقد أنه مهم جدا بالنسبة لتركيا، تركيا كما نعلم هي دولة لا تنتج الطاقة وتستورد ما يقارب 99% من مجموع احتياجها للغاز الطبيعي من الخارج، أيضا ما يقارب 75% من مجموع احتياجها للنفط أيضا من الخارج، لذلك هي دولة مستهلكة بشكل كبير. حاولت قدر الإمكان أن تتجه نحو تنويع مصادر طاقتها،
لكنها لم تستطع تحقيق استقلالية في القرار جراء ارتباطها بالدول الخارجية. لذلك ابتدعت استراتيجيا مشروع ما يسمى بالتحول لدولة حلقة الوصل. ماذا يعني دولة حلقة الوصل؟ أن تتحول إلى دولة تربط بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستهلكة للطاقة عبر خطوط نقل الطاقة، سواء هذه الخطوط البرية أو البحرية. ولذلك كما نعلم هناك بعض الخطوط التي مدت فعلا عبر الأراضي التركية كخط تناب وتاب وأيضا خط السيل التركي وغيرها من هذه الخطوط. بمعنى وبآخر، الدفع الثاني والمكسب الثاني لتركيا هو الضمان الاستمرار في تنفيذ أو تطبيق ما يسمى باستراتيجية التحول لدولة حلقة وصل، حيث أن اليونان وقبرص كانتا تسعيان بشكل أو بآخر إلى نقل الغاز الإسرائيلي والمصري وغيره من هذه الأمور عن طريق البحر المتوسط وأراضيهما وعبر تجاوز تركيا، لكن تركيا من خلال هذا المشروع استطاعت أن تفشل هذا المخطط. حقيقة جلال، أشرت إلى نقطة مهمة وهي عن موضوع أن تتحول تركيا إلى دولة ربط بين هذه الخطوط. نعم. وهذا ربما يكون مرتبطا بالدور الذي تخطط لأن تلعبه في المنطقة مستقبلا، سأسألك عن هذا بعد قليل، لكن دعني أذهب إلى باريس لأسأل الأستاذ كامل مرعاش، أجدد الترحيب بك. المسؤولون الأتراك يقولون أن هذا الاتفاق، أو المسؤولون الليبيون يقولون إن هذا الاتفاق يحقق الكثير من المصالح لليبيا، فهو يحفظ الأمن ويحافظ على السيادة الليبية. أريد أن أفهم منك إذا تفضلت أن تفسر لنا جملة هذه الفوائد، كيف يمكن أن يتحقق الأمن ويحافظ على السيادة الليبية في ضوء هذا الاتفاق؟ أولا أحييك أخي جهاد وأحيي ضيفك وأحيي المشاهدين. أهلا بك. في الواقع المذكرتي التفاهم مع تركيا لا يمثلان أي مصلحة لليبيا على الإطلاق. ظروف توقيع هاتين المذكرتين هما ظروف استثنائية تعيشها ليبيا في حالة انقسام وتشظي وربما يمكن القول حرب أهلية. السيد أردوغان اختار هذه اللحظة أو هذا الوقت بالذات ليفرض شروطه على حكومة ضعيفة ربما تلفظ أنفاسها خلال الأسبوع القادم، وبالتالي لا أرى أي مصلحة ليبية في مذكرة التفاهم وخصوصا في تحديد المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة. ليبيا بعيدة عن تركيا، ليست لها حدود بحرية مع تركيا، وإذا أرادت ليبيا لكن أستاذ كامل، يعني تعقيبا على ما تفضلت به، أنت تعرف أن الحكومة السراج المعترف بها دوليا تواجه مشاكل أمنية ربما ترقى إلى التهديد الوجودي من قبل قوات حفتر التي تهاجم العاصمة، وبالتالي هناك الحكومة تقول بأن حفتر يعني يسير بدعم إقليمي من مصر والإمارات والسعودية إلى آخره. ألا يمكن أن يحقق هذا الاتفاق نوعا من التوازن في موازين القوى مع قوات حفتر ويحقق نوعا من الاستقرار لليبيا التي هي متعطشة له في نهاية المطاف؟ وهذا يؤكد كلامي عزيزي، هذا يؤكد أنه السيد أردوغان هو من يستفيد من هذه المذكرة أو مذكرة التفاهم ليفرض شروطه على حكومة ضعيفة جاءت له من أجل إنقاذها، وبالتالي مصداقية هذا. أليس حفتر وداعموهم الذين دفعوا هذه الحكومة الشرعية إلى اللجوء إلى أحضان أردوغان إذا ما اتفقنا على هذه التسمية أنا وأنت؟ لا أبدا. أولا هذه الحكومة أنت تقول شرعية، هي شرعيتها دولية ولكن ليست لها شرعية محلية على الإطلاق. السراج وطاقمه لم يحصلوا أبدا على ثقة البرلمان الليبي الشرعي، وهذه مشكلة ليبية داخلية، ما علاقة تركيا بها؟ إلا إذا أراد السيد أردوغان أن يستغل هذه القضية وهذا الضعف الذي تعيشه هذه الحكومة لإملاء الشروط عليها وجرها إلى صراع لا ناقة لها ولا جمل فيها. يعني لماذا نحن نحدد حدودنا البحرية مع تركيا؟ ليس لدينا حدود بحرية مع تركيا، تركيا بعيدة عن ليبيا، شواطئها بعيدة، نحن نتشاطئ مع مصر واليونان وقبرص ومالطا، وليبيا لديها تجربة في مثل هذه المشاكل. طيب، هي ليبيا بعيدة جغرافيا كما تفضلت عن تركيا، لكن ما الذي يدفع دولة مثل فرنسا إلى التعبير عن غضبها من ليبيا وتركيا بسبب هذه الاتفاقية؟ لأنه هناك الاتحاد الأوروبي
والدول التي تنازع تركيا في مناطقها البحرية أو في حدودها البحرية هي اليونان وقبرص، وهاتان الدولتان هم أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفرنسا أحد قيادات هذا الاتحاد، وبالتالي أنا أعتبر وقوف فرنسا ليس فقط وقوف الاتحاد الأوروبي بكامله، تركيا هو نوع من التضامن مع أعضاء في هذا الاتحاد. ليبيا ليست عضو في هذا الاتحاد ولا علاقة لها في هذا. أستاذ كامل، دعنا نرحل الحوار عن الموقف الفرنسي والاتحاد الأوروبي ومدى الجدوى السياسية والمعنى السياسي لهذا الغضب إذا صح التعبير من الاتفاقية إلى المحور الثاني، لكن أعود إلى الاستوديو لأسأل الأستاذ جلال، في سياق الاستراتيجي للمنطقة وفي سياق الرؤية التي تبحث تركيا لنفسها عن دور تؤديه في المنطقة، كيف يمكن وضع هذا الاتفاق في إطار الدور الذي تبحث عن أدائه تركيا؟ وقبل قليل أنت تحدثت عن أنها تريد أن تكون محور ربط للأنابيب بين دول قارة العالم. طبعا كما أسلفت عن طريق هذه المذكرة التي إلى الآن لم تتحول إلى اتفاقية، وهذه نقطة مهمة، بمعنى أو بآخر أن تركيا إنما حاولت من خلال توقيع هذه المذكرة المناورة القانونية من أجل جسنب بعض الدول ذات العلاقة، أيضا المؤسسات الدولية ذات العلاقة، ومن ثم التحرك وفقا لما ينتج عن التفاوض مع هذه الدول والمؤسسات على حدة. هذه نقطة لابد من الإشارة إليها. تركيا اليوم من خلال هذه الحدود التي أوجدتها بشكل أو بآخر أصبح لديها منطقة اقتصادية خاصة تمتد إلى 200 ميل، أي أنها بهذه المنطقة أغلقت الطريق على اليونان، واليونان أصبحت حدودها البحرية تقف عند جزيرة كريت بعدما كانت تصل إلى جزيرة قبرص، وهذه المسافة العظيمة التي قطعتها على اليونان والتي خسرتها اليونان، لذلك هي تحاول أن ترفض هذا الاتفاق. بهذه الاتفاقية استطاعت تركيا عزل اليونان بحريا، وبالتالي هي حافظت على مقدراتها البحرية التي كانت اليونان تحاول السيطرة عليها من خلال توقيع بعض الاتفاقيات. هل عزل اليونان بحريا من ضمن الأهداف التركية أم فقط أن تريد أن تتمدد يعني لأجل مصالحها الاقتصادية تركيا؟ الأمران، يعني في البداية اليونان كما نعلم وقعت اتفاقيات مع ليبيا وقبرص ومصر وغيرها من هذه الدول، وعن طريق هذه الاتفاقيات فعلا عزلت تركيا فعليا عن حوض شرق البحر المتوسط، حيث قالت اليونان أن الجزر الصخرية التي تتبع لسيادتها وموجودة في حوض شرق البحر المتوسط هي التي يجب أن تكون المعيار الأساسي لرسم الخطوط البحرية أو الحدود البحرية. في المقابل تركيا من خلال هذه المذكرة البحرية تحديدا قالت لابد أن يكون هناك حدود متعلقة بالساحل التركي الذي عبر هذه المذكرة تم مده إلى 200 ميل في عمق البحر، وبالتالي أغلقت الطريق على اليونان وأصبحت اليونان منعزلة عن حوض شرق البحر المتوسط. النقطة الثانية والمهمة كما أسلفت، اليونان كانت تحاول نقل الغاز الإسرائيلي والمصري وغيره من هذه الدول التي تملك الغاز في المتوسط، كانت تحاول نقله عن طريق جزيرة قبرص، ومن جزيرة قبرص الخط الذي ينطلق من مصر أو إسرائيل أو لبنان أو سوريا إلى جزيرة قبرص يمتد إلى اليونان، وبالتالي يتم تجاوز تركيا ومشروعها القائم على التحول إلى حلقة ربط أو وصل بين الدول المنتجة والمستهلكة. أيضا من خلال هذه المذكرة أغلقت تركيا الطريق على اليونان، وبالمناسبة كان هناك خط يعني طرحه لكن لم ينفذ ولم يتم الاتفاق عليه يسمى مد، وهذا MAD كان سيمتد من إسرائيل قبرص إلى اليونان، لكن بهذه المذكرة تم إبطاله. لكن جلال، يعني ضيفنا من باريس يقول إنه فقط ما أنت تتحدث أيضا عن مصالح تركيا، أين مصالح ليبيا في هذا الاتفاق؟ يعني المصالح الليبية وضحت أو تجلت في كسب ليبيا ما يقارب 40,000 كيلومتر مربع من الحدود البحرية أو المنطقة البحرية وما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. هذا هو المكسب الأساسي فقط. 40,000 كيلومتر مربع طبعا كيلومتر مربع هذه مسافة كبيرة جدا. قبل هذا كان يعتمد على جزيرة كريت، وعند الامتداد أين الفائدة في هذا 40,000 كيلومتر؟ ماذا تحتاجها ليبيا؟ يمكن التنقيب عن الخيرات الموجودة في هذه المنطقة، أيضا بذلك تمتد القدرة الاقتصادية أو عفوا القدرة العسكرية والأمنية لليبيا مستقبلا في حماية حدودها البحرية. يعني في قبل هذه المذكرة كانت هناك حدود بحرية قائمة على أن اليونان تقريبا يعني مثل ما يقال بالعامية يعني دقائق وتكون داخل الحدود الليبية، لكن اليوم مع هذه الاتفاقية أصبحت الحدود البحرية لليبيا أكثر حماية وأكثر استقلالية وأكثر تحصينا، أي نقطة أساسية بالنسبة لليبيا. أيضا نقطة أخيرة، يعني عن طريق هذه الاتفاقية هناك بعض الدول التي تتنازع على الحقوق النفطية لليبيا،
يعني هناك خيرات نفطية موجودة في ليبيا كحوض النالوت وغيره من هذه الأمور، فرنسا تحديدا تحاول السيطرة على هذا الحوض، أيضا يساعدها في ذلك اليونان وغيره من هذه الدول. اليوم ليبيا كسبت الاستقلالية في تحديد من الذي سيتعاون معها في استخراج غازها ونفطها من هذا الحوض. يعني هناك مكاسب يمكن أن أيضا تعود إلى ليبيا، الأمر ليس متعلقا فقط بتركيا، لكن كون الهدف تركي والتخطيط تركي والاستراتيجية تركية، طبعا كانت المكاسب التي عادت على تركيا أكثر بكثير مقارنة بالمكاسب التي عادت على ليبيا. طيب أتجه إلى باريس. أستاذ كامل، سمعت أنت ما قاله ضيفنا في الاستوديو، جملة مكاسب محسوبة على تركيا عشرات الألاف، على ليبيا عفوا عشرات الألاف من الكيلومترات، تحصين الوضع الليبي مع فرص إمكانية التنقيب لزيادة الخيرات لليبيا. إذن من حق الحكومة المعترف بها دوليا أن تبحث عن مصالح ليبيا وتبحث عن ما يعزز اقتصادها واقتصادها بعد عقد الحرب. لماذا يتولى عقيلة صالح رئيس البرلمان مواجهة هذا الأمر ويعتبر أن هذا الاتفاق هو احتلال تركي في مبالغة لفظية وسياسية؟ أولا تعليقا على كلام ضيفك غير دقيق بالمرة، أولا ليبيا لم توقع أي اتفاقية لا مع اليونان ولا مع مصر ولا مع قبرص تحديدا في هذه المنطقة، وبالتالي ليبيا تحتفظ حقها في التفاوض حول تحقيق منطقتها الاقتصادية الخالصة مع هذه الدول وليس مع تركيا، ولم توقع أي أبدا مع اليونان، وربما سيكون هناك خلاف مع اليونان حول هذه النقطة، ولكن تركيا تستفيد من جر ليبيا في هذا الصراع وفي مواجهة مع هذه الدول التي هي تواجهها في الأصل، وبالتالي حتى لا تكون تركيا معزولة في هذا الصراع هي استدرجت هذه الحكومة الضعيفة الهشة لهذا الفخ، وهو إدخالها في نزاعات. عفوا أنا لم أكمل، تفضل. هي بعيدة عنها، وبالمناسبة الخرائط البحرية التي نشرتها تركيا تمتد بخيوط مائلة من أقصى الشرق الليبي أو الساحل الليبي إلى الشاطئ التركي، بينما اتفاقية أعالي البحار التي تم توقيعها عام 82 في نيويورك تعتمد الخطوط المستقيمة وليست المائلة. وعلى كل حال هذه المذكرة هي غير قانونية ولا أثر قانوني لها، باعتبار أن لم تصادق عليها البرلمان الليبي، وحتى باتفاق السراج الذي أتى بحكومة السراج لا يعطي السيد السراج التوقيع على مثل هذه المذكرات. طيب فريداً. أستاذ كامل، هل لما تتفضل بذكره الآن من عدم قانونية هذه الاتفاقية وبأنها لا تمثل الليبيين، هل هذا يفسر الأنباء التي تتوارد تباعا يعني اليوم عن أن حفتر أطلق المعركة الكبرى على طرابلس؟ هل هذا مبرر لحفتر؟ يعني هل هذا ثم ترابط بين هذه المعركة الكبرى وبين هذه الاتفاقية؟ لا أبدا، يعني المعركة تحرير طرابلس بدأت أكثر من تحريرها من أستاذ كامل؟ تحريرها من إيطاليا مثلا؟ تحريرها من الميليشيات التي سيطرت على ليبيا. ثمة حكومة شرعية معترف بها دوليا، يعني أي ميليشيات؟ نعم، هذه الحكومة تعتمد على ميليشيات. هذه الحكومة جاءت إلى ليبيا لتحقيق الوفاق الوطني، حتى اسمها وفاق وطني. هل تعرف أن المجلس الرئاسي الذي رأسه السيد سراج يتكون من 9 أعضاء؟ ماذا بقى من 9 أعضاء؟ 5 فقط. هل تحقق اتفاق السراج؟ أبدا. هل حققت جيش هذه الحكومة؟ هل أمنت للليبيين مخرج من هذه الأزمة؟ أبدا. كانت تحت وقع الميليشيات وتعقد اتفاقيات مع تركيا. تركيا بعيدة عن ليبيا، لماذا تتدخل في ليبيا؟ وكانت أرهنت ليبيا لقطر ولتركيا، وهذه التدخلات هي التي منعت الليبيين. لا، لكن أستاذ كامل، ليبيا آخر من تدخل، تركيا آخر من تدخل في ليبيا، إذا ما اتفقنا على أنها متدخلة. هناك الإمارات وهناك السعودية وهناك فرنسا وإيطاليا وحتى أمريكا وروسيا. هناك أطقم عسكرية تركية، هناك طيران المسير البيرقدار ويدار بأطقم عسكرية تركية، هذا شيء واقع. وهناك عربات تركية وأعلنتها
وسائل الإعلام في كل هذا. وماذا عن روسيا؟ الليبية. تركيا بعيدة، يعني ليبيا ليست سوريا بالنسبة لتركيا. قد نتفهم التدخل التركي في سوريا، ولكن لا نفهم تدخلها طيب. في ليبيا ليست لها حدود، ليست لها أي مشاكل مع ليبيا، هي فقط تريد الهيمنة وتريد جر ليبيا إلى صراع توافق بتوقيع هذه المذكرة. طيب، نريد أن نبحث معك ومع ضيفنا في الاستوديو بعد الفاصل موضوع لماذا غضبت الدول الإقليمية وحتى الاتحاد الأوروبي من هذه الاتفاقية. نواصل هذا الحديث بعد العودة من فاصل قصير. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن أبعاد مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا ومدى حضور الجانب الاقتصادي في هذا الاتفاق الذي يفتح الطريق أمام الأتراك للتوسع في التنقيب في مياه البحر المتوسط. لكن الحديث عن البعد الاقتصادي بالتحديد، يسعدنا الترحيب بالباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحافظ الصاوي معنا من اسطنبول عبر الهاتف. مرحبا بكم دكتور عبد الحافظ. دكتور عبد الحافظ، مع حضرتك يا فندم. طيب، تحدث ضيفنا في الاستوديو الأستاذ جلال سلمي عن في الجيوبوليتيك، يعني في الجغرافيا السياسية لهذه الاتفاقية، بينما تحدث ضيفنا من باريس الأستاذ كامل المرعاش عن البعد السياسي وخاصة في الشأن الداخلي رفض الاتفاقية. أريد أن أستفيد منك وأسألك عن البعد الاقتصادي، ما الأهمية الاقتصادية التي تشكلها هذه الاتفاقية للبلدين سواء تركيا أو ليبيا؟ وبلا شك طبعا القضية لا تخص تركيا وليبيا فقط، القضية تخص دول المنطقة والصراع في على ثروة الغاز والنفط في شرق المتوسط، ليس قاصرا على دولة أو اثنين أو ثلاث، ولكن عندنا الكيان الصهيوني، عندنا تركيا، عندنا قبرص، عندنا ليبيا، عندنا لبنان، عندنا سوريا. حتى وإن كانت لبنان وسوريا لم تدخل بعد إلى مجال التنقيب، لكن منذ انقلاب 2013 في مصر وسعي قائد الانقلاب لشراء الولاء الإقليمي والدولي له، وقع اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، وهي اتفاقية تم يعني طرحها منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن حتى نظام مبارك كان رافض أن يوقع هذه الاتفاقية لما سيترتب عليها من آثار ومشكلات كبرى ما لم تحل في إطار اتفاق سياسي، لأن تركيا وجدت نفسها بعد توقيع هذا الاتفاق في 2013 بالتنقيب على الغاز من قبل الكيان الصهيوني، من قبل مصر، من قبل قبرص، من قبل اليونان، وأصبح هناك كارتل لتجارة الغاز يستثمر هذه الثروة ويحاول أن يجنب تركيا أو يحاصرها، لأن تركيا كما تعلم تعتمد على نسبة كبيرة جدا من احتياجاتها من الطاقة على الاستيراد، حوالي 75% من احتياجاتها يتم استيرادها من الخارج، وحتى المشروع القديم الذي تخطط له تركيا منذ أكثر من عقدين من الزمن لأن تكون مركزا إقليميا لتجارة الغاز والطاقة بدأ يطرح فيه مشروع بديل في مصر من خلال التعاون مع الكيان الصهيوني ومع قبرص من استيراد الغاز وتمريره عبر خط الأنابيب المملوك لشركة الدول الشرق المتوسط التي يمتلكها ضباط من المخابرات السابقين في كل من مصر والكيان الصهيوني، على أن تتم إسالة الغاز هذا وتصديره إلى أوروبا مرة أخرى. فنحن أمام نزاع متعدد الأطراف ليس بين تركيا وليبيا على وجه التحديد،
ولكن القوى الموجودة كل يبحث عن مخرج لعدم تضييق الخناق حول رقبته في هذا الصراع. فمحور مصر، الكيان الصهيوني، قبرص، اليونان يحاول أن يتفرد بهذه الثروة، وبخاصة بعد أن أعلن عن الإنتاج في هذه الحقول ودخول شركة إيمي وشركة البيبي البريطانية، وأيضا دخول مستثمرين مثل قطر والإمارات. نعم. حصص اشتروها من شركة الغاز الروسية. الموضوع لا نستطيع أن توصيفه على أنه اتفاقية بين بلدين، ولكن هو توصيف لصراع موجود بين. طيب، وإن كنت دكتور عبد الحافظ، وإن كنت سألتك بالتحديد عن الفائدة أو المنفعة الاقتصادية للبلدين، لكن لا بأس، اليوم تركيا أرسلت نسخة عن مذكرة التفاهم إلى الأمم المتحدة لاعتمادها ضمن الاتفاقيات الدولية. إذا ما اعتذر، بغض النظر عن الإشكاليات ما يدار من حديث عن إشكاليات قانونية في هذه الاتفاقية، بغض النظر عن ذلك، إذا ما اعتمدتها الأمم المتحدة لسبب أو لآخر، ماذا سيحصل في اليوم التالي برأيك؟ ما الذي ستفعله تركيا وليبيا بشأن هذه الاتفاقية؟ يعني للأسف الشديد القرارات الأمم غير ملزمة، وهي آفة من آفات المنظمة الدولية منذ نشأتها، انه قلما تتحرك القوى الملزمه لقرارات الامم المتحده الا اذا كانت تتعلق بمصالح الدول الكبرى. فلم تتحرك قوات باسم مجلس الامن او باسم الامم المتحده الا في قضايا معينه ومحدوده وقليله، ولكن عندنا مثلا قضيه احتلال فلسطين، كم من القرارات صدرت من الامم المتحده حولها وماذا نفذ بشانها؟ كم من قرارات الإدانة للكيان الصهيوني عن مجازره ونهبه؟ حتى هذه القضية التي نحن بصددها الآن، الغاز الطبيعي الذي يستخدمه الكيان الصهيوني هو حق الشعب الفلسطيني، هي ثروة فلسطين المسروقة. فبالتالي نحن الآن أمام خريطة لإعادة توزيع الثروة والسلطة والجغرافيا في منطقة الشرق الأوسط. هناك مخطط يريد أن يعيد رسم الخريطة الجغرافية من خلال التفتيت لكثير من الدول العربية، يعيد رسم الخريطة السياسية ليكون الكيان الصهيوني أحد مكوناتها والمسيطر على المنطقة، يعيد أن يعيد خرائط الثروة من خلال استنزاف كل من السعودية وإيران، وهدم التجربة التركية التي مضى عليها نحو عقد ونصف من النجاح، والخروج من دوائر البطالة والفقر إلى دائرة التحدي والوجود في المنطقة. إذا ما صدر مثل هذا القرار من الأمم المتحدة بتأييدها، فتركيا تعرف مصلحتها بشكل جيد، وهي تناور في إطار ألا يهضم حقها وحق قبرص التركية في شرق المتوسط. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحافظ الساوي، الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ جلال، يعني هجمة عنيفة وشرسة قبلت بهذه الاتفاقية من عدد من الدول، أتحدث عن مصر، اليونان، قبرص الرومية، فرنسا. يعني هل من تفسير مبرر وموضوعي لهذه الهجمة؟ لماذا كل هذا الغضب على هذه الاتفاقية؟ طبعا لكل دولة ذريعة وحجة تتذرع بها في يعني إبداء موقف نوعا ما معارض لهذه المذكرات. إلى الآن أقول مذكرات وليس اتفاقيات، ليست لها صبغة نهائية أو معتمدة من قبل الأمم المتحدة أيضا، لكن اليوم أرسلت إلى الأمم المتحدة لكن لم يتم اعتمادها. نعم. وأيضا هناك بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بالداخل الليبي، لذلك لا نستطيع أن نقول عنها اتفاقية كاملة الأركان. نقطة أساسية أنا أود أن أقول إلى الأستاذ كامل إذا سمحت لي، أنا لم أقول أن اليونان وقعت مع ليبيا ومصر ولم أتفوه بذلك، أنا قلت اليونان وقعت مع قبرص الرومانية أي جزيرة قبرص، وبالتالي أصبح لدي حدود بحرية مع ليبيا كتحصيل حاصل. ايضا النقطه الاخرى يعني فيما يتعلق باليونان، لماذا اليونان غاضب؟ نبدا باليونان. اليونان تحديدا ترى في ان هذه المذكره تعزلها كما اسلفنا عن المتوسط، وهذا بالنسبه لها يشكل مشكله كبيره، لانها يعني تحتاج الى ان تكون في المتوسط من اجل اولا تحصيل بعض المقدرات والخيرات، النقطه الثانيه ان تبقى قريبه من جزيره قبرص وبالتالي توازن الدور التركي في المتوسط وأيضا في الجغرافيا والمنطقة بشكل عام. كما نعلم هناك خصومة تاريخية بين تركيا واليونان،
وانعزال اليونان عن المتوسط لا يصب في صالح ميزان القوى الخاص بها. النقطة الثانية والمهمة فيما يتعلق باليونان أيضا خسران مساحات واسعة من المنطقة البحرية، كما أسلفنا المنطقة البحرية عزلتها وجعلت حدودها تقف عند كريت. طيب. عند جزيرة كريت، في المقابل كانت هذه الحدود تمتد إلى جزيرة قبرص. اليونان قد يكون معروفا أسباب، لكن ماذا عن مصر وفرنسا بالذات؟ يعني مصر، لماذا مصر أيضا غاضبة؟ كما نعلم مصر أسلف وزير خارجيتها وصرح وزير خارجيتها أن القضية بالنسبة لهم جيدة ولا يضر ولا تضر المذكرة يعني بشكل كبير في المصالح المصرية. لكن مصر أيضا لديها بعض الأمور، أي أول هذه النقاط التي لابد من الإشارة إليها هو توازن القوى. فعلا تركيا بهذه المذكرتين سيكون لها دور فاعل في المتوسط وفي الداخل الليبي، وهذا طبعا فيما يتعلق بتوازن القوى في المنطقة ورجحان كفة ميزان القوى يضر أيضا بالمصلحة المصرية. النقطة الثانية والمهم، كما نعلم هناك عدة اتفاقيات موقعة بين قبرص ومصر وغيرها من هذه الدول المتشاطئة. هناك منتدى الغاز في المتوسط الذي يضم جميع الدول المتشاطئة المتوسط ما عدا تركيا، هذا أيضا سيتعرض إلى بعض التعقيدات وسيتعرض لبعض الصدمات. لا تعلم هذه الدول اليوم بعد هذه المذكرة كيف يمكن تجاوز هذه المذكرة، هذا فيما يتعلق في مصر أيضا. نعم. لو أذنت لي يعني يجب أن أذهب إلى باريس، سأعود إليك لأن مصر لديها موقف متطور عن الموقف السابق. أستاذ كامل، يعني الاتحاد الأوروبي ليس مفهوما يعني غضب غضبا شديدا وهدد بفرض عقوبات على أنقرة، هل لديك يعني تفسير منطقي لهذا الغضب الأوروبي، وإذا ما كان مثلا من أجل اليونان أم غير ذلك؟ بداية دعني أرد على ملاحظات ضيفك من إسطنبول. ذكر أكثر من مرة العدو الصهيوني والعدو الصهيوني ونسي أن تركيا هي من أكثر الدول التي لديها علاقات مع إسرائيل وعلاقات ليس هذا موضوعنا أستاذ كامل، مع كل التقدير لرأيك، لكن لو أجبتني على نقطة هي موضع البحث، أليس في موقف الاتحاد الأوروبي بتهديده بفرض عقوبات على ليبيا وأنقرة، أليس فيه اعتداء على السيادة الليبية والسيادة التركية؟ هذه المنطقة غنية جدا بالنفط والغاز، وبالتالي كل الدول تهتم بهذه المنطقة. الاتحاد الأوروبي كما قلت لك هو المستهلك أو هو المستهدف من كل هذه الحرب حول الغاز والنفط، باعتبار أنه المستهلك الأول للطاقة سواء التي تأتي عن طريق تركيا أو تأتي من خطوط أخرى، وبالتالي هذه المنطقة تعد منطقة استراتيجية لن تترك لتركيا تتصرف بها كما تشاء أو تخالف أعراف القانون الدولي كما تشاء. وهذا التمدد التركي ليس فقط في مسألة التوقيع على مذكرة بحرية، ولكن تركيا وقعت اتفاقا أمنيا مع حكومة السراج الغير شرعية لتتمكن من التدخل العسكري في ليبيا وفرض هيمنة عسكرية. نعم. على تحرج. طب غضب الاتحاد الأوروبي هو غيرة على القانون الدولي أم لأسباب أخرى برأيك؟ هو غيرة على القانون الدولي وغيرة على مصالح الاتحاد الأوروبي. لكن هذه الغيرة على القانون الدولي لم نلحظها في الاتحاد الأوروبي عندما تدخلت روسيا في ليبيا مثلا. يعني أنت تتحدث عن مواضيع مختلفة. أولا، من قال لك أن روسيا ستتدخل في ليبيا؟ هل لديك دليل على أمريكا ذلك؟ أمريكا، تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعني لم يقل هناك تدخل روسي، قال نحن نتفاوض أو نتناقش مع روسيا من أجل السلام في ليبيا، هو لم يقل هناك تدخل. يعني وهذه التدخلات كل الدول تتدخل، تركيا تتدخل يا سيدي، وتركيا ترسل السلاح منذ أكثر. إذن موقف الاتحاد الأوروبي لا يمكن فهمه في سياق الغضب أو الغيرة من أجل القانون الدولي، وإنما ثمة أبعاد أخرى أسألك عنها، وأنت المقيم في فرنسا لديك اطلاع واسع على هذه القضايا أستاذ كامل. نعم طبعا، أنا أقول لك يعني ليس هناك غيرة على القانون الدولي عندما تتعلق المسألة بالمصالح. المصالح تأتي أولا. ما مصالح الاتحاد الأوروبي؟ مصالح الاتحاد الأوروبي قلت لك أنه هو المستهلك الأول للطاقة، وبالتالي هذه منطقة غنية بالنفط والغاز، ولا يريد أن تستفرد تركيا بهذا النفط وهذا الغاز على حساب دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي قبرص واليونان.
ثم أنه الاتحاد الأوروبي دعا إلى الحوار، إلى حل كل الإشكاليات عبر التفاوض. تركيا ترفض مبدأ التفاوض مع اليونان أصلا، وترفض مبدأ التفاوض مع قبرص، وهي التي سببت في المشكلة القبرصية التي نعرفها منذ عشرات السنوات الآن. وبالتالي هناك مناخ يهدد السلم والأمن في منطقة المتوسط، وهذا يزعج كثيرا دول الاتحاد الأوروبي، ويرى أنه هذه مغامرات أردوغان ربما تقود إلى حرب داخل المتوسط. طيب، احتمالية نشوء حرب أو نزاع إقليمي بسبب هذه الاتفاقية سأبحثه معك ومع ضيفي بعد الفاصل. لكن قبل الفاصل، مصر تراجعت فيما يبدو عن موقفها المتشدد إزاء هذه الاتفاقية عندما قال سامح شكري وزير الخارجية هذه الاتفاقية لا تمس مصالح مصر ولكنها تعقد الموقف. هل ثمة تفسير سياسي لهذا الموقف الجديد؟ أيضا إضافة لهذا المؤشر، مؤشر موازي ويصب في نفس الموضوع، تصريح وزارة الخارجية المصري الأخير كان يعترف بشكل أو بآخر باتفاق صخيرات، على الرغم من أن مساعد وزير الخارجية المصري صرح سابقا بأن الاتفاق يزيد من حالة التوتر وحالة النزاع في ليبيا. يبدو أن هناك نوعا ما اعتدال في الدبلوماسية المصرية. لماذا؟ في هذا الموضوع لماذا؟ لأنه أولا يبدو أن مصر أدركت أو القاهرة أدركت بأن هناك بعض المكاسب التي ستعود عليها من هذه المذكرات، لا سيما مذكرة ترسيم الحدود. أيضا النقطة الثانية، يبدو أن مصر أو القاهرة بشكل أو بآخر أدركت أن الذهاب نحو التصعيد سيقبل التصعيد، واليونان ليس لها القدرة على فعلا إقناع الناتو أو إقناع بعض الدول الأوروبية بضرورة التحرك ضد تركيا. كما نعلم موقف الاتحاد الأوروبي ليس بهذا الموقف القوي، وهو ليس موقف متحد، هو تحركهم فرنسا غالبا، تحديدا فرنسا وألمانيا، في المقابل إيطاليا وبريطانيا، وإن لم تخرج إلى الآن بريطانيا، لكن إيطاليا وبريطانيا على خلاف أيضا مع الاتحاد الأوروبي. يعني إيطاليا كما نعلم عضو إلى الآن ولا تريد الخروج، أيضا بريطانيا وإن كانت ستخرج هي أيضا على خلاف مع فرنسا وألمانيا تحديدا. فإذا يبدو أن القاهرة أدركت هذه النقطة. أخيرا يبدو أن القاهرة أدركت أن حلف الناتو تحديدا بشكل أو بآخر يحاول أن يعني يتجه نحو تركيا وفق سياسات معتدلة، لأنه تركيا أيضا هي عضو كامل في الاتحاد الناتو، وكانت معترضة على نشر بعض القوات في بحر البلطيق المقابل للنفوذ الروسي، ولكن يبدو أن تركيا لعبت هذه المناورة ووافقت على نشر قوات الناتو هناك مقابل، لا أقول قبول، ولكن يبدو تغاضي حلف الناتو عن هذه المذكرة. يبدو أن القاهرة أدركت هذه القدرات التركية، وأدركت أيضا يعني نوعا ما فائدة الاتفاق بشكل أو بآخر فيما يتعلق بمصالحها. النقطة الأخيرة والمهمة، يبدو أن القاهرة تدرك ضعف اليونان في التحرك الجاد ضد تركيا، فضلا عن إدراكها ووعيها بوجود تحركات إيطالية بريطانية تدعم ضمنيا التحرك التركي. نريد أن نبحث بعد الفاصل فرص نشوء نزاع أقليمي كما قال ضيفنا من باريس، أو حصول السلام والازدهار كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل أخير ومن ثم نستكمل ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ كامل، تحدثت عن أن هناك أجواء ملبدة بالصراع في المنطقة بسبب هذه الاتفاقية، أريد أن أبني على ما تفضلت به لأحصل منك على مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع. اليوم خليفة حفتر أعلن المعركة الكبرى على طرابلس. طيب، تركيا سبق وأن قالت أنها على استعداد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا ما طلبت الحكومة الليبية ذلك. في ضوء هذه التفاعلات، كيف ترسم المشهد المقبل في ليبيا؟ يعني إعلان تركيا بهذا الشكل الفجر هو يعلن عن مطامعها العسكرية والسياسية في ليبيا، وبالتالي إذا أقدم
أردوغان على هذه الخطوة المجنونة بإرسال جنود إلى الأرض الليبية، فإن المعادلة ستختلف تماما. سيعاد المشهد عام 1911 عندما سلمت تركيا العثمانية ليبيا إلى الاحتلال الفاشستي في معاهدة أوشي، وحارب الليبيون الإيطاليون أكثر من 32 عام، والليبيون كانوا حفاة عراة في ذلك الوقت. الآن ترسل جنود إلى دولة أخرى مستقلة وأن تعتمد على، هو رهن ذلك بطلب الحكومة الشرعية القائمة هناك المعترف بها دوليا، لم يقل أنه سيرسل من تلقاء نفسه. ليست شرعية يا سيدي، شرعية بالنسبة له، ولكن بالنسبة للليبيين هذه مفروضة على الليبيين. لم تنل الثقة من البرلمان الليبي، ثم بحكم اتفاق السكرات يمنع السراج أن يوقع على مثل هذه الاتفاقيات. لا أريد أن أدخل في هذا النقاش، ولكن مجرد التفكير في إرسال جنود إلى بلد آخر، هذا في لغة الدبلوماسية وفي لغة القانون الدولي اسمه غزو عسكري، وبالتالي سنواجه هذا الغزو التركي الفظ بكل ما أوتينا من قوة. الآن لدينا قوة سنواجهه. تركيا متورطة عسكريا منذ أكثر من 4 أشهر في ليبيا دون أن تستطيع حماية هذه الحكومة الهزيلة التي ستسقط. وهذا الهجوم ليس له علاقة بالصراع في الشرق الأوسط، هذا هجوم الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة من الميليشيات. ليس لدينا علاقة بصراعات مصر مع تركيا أو مع اليونان أو غيرها من الصراعات الأخرى. هذه جرت ليبيا إلى صراع آخر ليس نحن مستعدين له الآن. نحن طيب، تحدثت عن الصراع في بعديه، تحدثت عن الصراع في بعد ثنائي ليبيا تركيا. طيب ماذا عن الإقليم، الجانب الإقليمي؟ أنت قلت أن هذه الاتفاقية تنذر بنذر صراع إقليمي في المنطقة، يعني كيف يمكن أن تفسر هذا الصراع؟ أنا أختم معك طبعا الآن. بالتأكيد أنت ضيفك قال هناك دعم إيطالي بريطاني لتركيا، وأنا أخالفه الرأي تماما. هناك بوارج إيطالية الآن، لأن شركة إيني متواجدة هناك، هناك بوارج حربية فرنسية متواجدة هناك، هناك بيان قوي للاتحاد الأوروبي الذي ما زالت بريطانيا عضوا فيه، وكلها تدين الموقف التركي وتدعو تركيا إلى التعقل، إلى الحكمة، إلى العودة إلى التفاوض والحوار لتسوية كل الخلافات القائمة في هذا البحر. أنت تعرف وكل يعرف أن اتفاقات البحرية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى خبراء في الجغرافيا البحرية، تحتاج إلى خبراء في القانون الدولي. نحن نعرف أن القيعان البحار والأجراف القارية أيضا تحتاج إلى خبراء لتحديدها. ليس هكذا وبهذه السرعة بين يوم وليلة يتم توقيع اتفاقية لم يحضرها لا خبراء ليبيون ولا قانونيين ليبيون، وأنا أؤكد لك ذلك. حتى السراج نفسه وقع على خرائط لا يعرف عنها شيئا على الإطلاق. نعم. هذه المفاوضات في العادة تستغرق من أربع إلى خمس سنوات. طيب أستاذ كامل أرجو المعذرة بدقيقة من فضلك، يعني بعد إعلان هذه عن هذه المذكرة وإرسالها نسخة منها إلى الأمم المتحدة، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر المعركة الكبرى على طرابلس، هل ترى أن هناك دعما دوليا وراء هذه الخطوة من حفتر؟ أستاذ كامل السؤال موجه لك. نعم، هل ترى أن هناك دعما دوليا لخليفة حفتر في إعلانه الحرب أو المعركة الكبرى على طرابلس بعد هذه الاتفاقية؟ يا سيدي معركة طرابلس بدأت منذ أكثر من 7 أشهر وهي تشهد مراحلها الأخيرة لأسباب ليبية صرفة، وهي استنزاف قوة الميليشيات خارج الأحياء السكنية في طرابلس. لو أراد الجيش الوطني الدخول إلى طرابلس لدخلها خلال يومين، ولكن المعركة لها ظروفها وقواعد الاشتباك التي تحترم الأحياء والأرواح المدنية هي التي أطالت هذه. لكن سبق وأن قوات يعني حفتر والطائرات يعني قصفت أكثر من موقع وذهب ضحايا منهم أفارقة ومنهم ليبيون. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كامل مرعاش على هذه المشاركة الطيبة معنا. أستاذ جلال، يعني الآن هو ضيفنا المكرم من باريس قال بأن هناك نذر مواجهة في المنطقة، هل ترى أن هذا من على سبيل المبالغة أم أنه بالفعل يمكن أن تنشأ صراعات
ما أو تشكل محاور جديدة في المنطقة؟ يعني الصراعات قائمة، يعني الصراعات قائمة منذ عام 2010، أي منذ أن تم اكتشاف هذه الثروات في باطن حوض البحر المتوسط. منذ عام 2010 وكان هناك تحركات تركية إسرائيلية مشتركة في ذلك الوقت، ومن ثم تبعها تحركات قبرصية مصرية وغير من هذه الأمور التي كانت مبنية على محاور متصارعة نوعا ما في هذا الحوض متغير النقطة. نعم، كان هناك أيضا صراع، إلى الآن أيضا هناك تدخل روسي واضح في سوريا بسبب هذه، يعني كأحد الأسباب المهمة للتدخل الروسي هو هذه الخيرات الموجودة في شواطئ سوريا وليبيا. لماذا تتدخل روسيا مثلا في ليبيا أيضا؟ يمكن أن نجيب على ذلك من خلال هذا العامل. بخصوص المتغير، نعم المتغير هو بمثابة الحجر الذي ألقي في البحر، وتركيا اليوم تنتظر يعني ردود الأفعال الدولية وردود الأفعال للدول المتشاطئة على هذا الحجر. الحجر هذا صراحة يعني أحدث صدمة، الذي هو الاتفاقية. نعم، الاتفاقية أحدث صدمة كبيرة، واليوم تركيا كما أسلفت وإن حاولت بشكل أو بآخر أن تعطي هذا المذكرة ما يمكن أن نسميه بالغطاء القانوني من قبيل تحويلها إلى اتفاقية دولية، إلا أنها تدرك كامل الإدراك أن الاتفاقية لا يمكن أن تصبح نهائية إلا بموافقة الطرف الليبي. النقطة المهمة في هذا السياق بخصوص الصراعات، أعتقد أن يعني الموضوع سينشأ وفقا لمحاور. يمكن أن نشهد محور تركيا أو أنقرة طرابلس ممثلة بحكومة الوفاق، إيطاليا، لأن إيطاليا سبقت تركيا بتوقيع أيضا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الحكومة الليبية، حكومة الوفاق الليبي، وهي بشكل أو بآخر ليس بشكل واضح وبشكل مباشر ولكنها بشكل أو بآخر تسير في ذات المحور مع تركيا. أيضا إيطاليا ليست يعني خاسرة من هذا الاتفاق، هي بعيدة أصلا عن منطقة الاتفاق. إنجلترا تقصد؟ إيطاليا نعم. عفواً، إيطاليا بعيدة نوعا ما عن منطقة الاتفاق. النقطة الثانية أيضا يمكن أن ينضم إلى هذا المحور بريطانيا. لماذا بريطانيا؟ لأن بريطانيا لديها قاعدة عسكرية في قبرص، هذه القاعدة تضمن لها نفوذا كبيرا في حوض المتوسط. نعم. من الذي يهدد اليوم هذا النفوذ؟ روسيا تهدد النفوذ البريطاني في البلطيق وأيضا في اليوم في حوض البحر المتوسط. لذلك بريطانيا ستسعى بشكل أو بآخر إلى الانضمام إلى هذا المحور، لأن هناك دوافع أمنية ودوافع اقتصادية. في المقابل سنشهد محور آخر يتمثل بانضمام ليس فقط الدول المتشاطئة والتي نوعا ما تخاصم تركيا كمصر وقبرص وحتى سوريا وغير من هذه الدول، بل سنشهد المزيد من الدول الأخرى التي قد تنضم إلى أو التي ستنضم فعلا إلى هذا المحور، ألا وهي اليوم فرنسا وروسيا. قد يعني يتساءل المشاهد كيف أن روسيا تنضم إلى محور يكون فيه فرنسا، لأن هناك في هذه النقطة نوعا ما تناغم للمصالح الفرنسية الروسية. روسيا تسعى للوصول إلى بعض مصادر الطاقة، أيضا فرنسا تسعى للوصول إلى حوض النالوت، وفرنسا بهذا المسعى هي إنما تنافس بشكل كبير الجانب الإيطالي، أيضا نوعا ما الجانب البريطاني، حيث أن أيضا الجانب الإيطالي يسعى بشكل أو بآخر إلى منافسة فرنسا في حوض النالوت. إذن يعني كما ترى المشهد معقد، وهناك محاور تحاول قدر الإمكان الاستفادة من مصادر الطاقة، وكل دولة تسعى أن تكون فائدتها هي الأكبر. نعم. واليوم تركيا عملت بشكل أو بآخر على ترسيخ هذا الصراع، وأيضا أضافت له بعض الوضوح فيما يتعلق في انقسام المحاور التي قد نشهد في قبل الأيام. ونحن بدورنا نسعى إلى إنهاء هذه الحلقة ضمن الوقت المحدد. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ جلال سلمي الباحث السياسي، كما أشكر الأستاذ كامل المرعاش الأكاديمي والإعلامي الليبي كان معنا من باريس. شكرا لكم، في حراسة الله وتوفيقه.